سياسي اختبر الحرب والقتال على الجبهات المشتعلة طوال 15 عاماً، ليصبح بعد ذلك أحد جنرالات السلام بعد اتفاق الطائف عام 1990 وثورة الأرز في عام 2005. وبين هاتين الحقبتين عرف معنى الاعتقال. ضيفنا هو الرئيس التنفيذي للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. دكتور سمير جعجع، مساء الخير. أهلا وسهلا دكتور. احنا طبعا في حضرة رجل بلغ اكثر من 60 عام، الله يعطيك الصحة وطولة العمر. حينما نبحث في الكتب او في الانترنت، هل يمكن ان نكتشف يوم في حياة الشاب المراهق سمير جعجع قبل ان يتشكل وعيه السياسي؟ بقول لك بكل صراحة، حتى بعمر المراهقة ما كنت حب المراهقة ولا يوم من الأيام هيك حبيت عيشة الانفلات أو عدم الالتزام. عطول القضية بين مزدوجين، يعني القضية في رأسي وعطول. أي قضية؟ القضية. أي قضية؟ يعني قضية من؟ القضية يعني بتبلش إذا بدك من القضية الكبرى يلي هي قضية الإنسان في الوجود، انتهاء ببعض قضايا الشأن العام في قريتي بالتحديد في بشري وما بينهما. يعني معقول الشاب عمره 15 أو 16 سنة يكون همه هذا الأمر البالغ الأهمية؟ تماما. يعني هذا كنت عم حاول لك أنه عطول راسي كان بالقضية بشكل مستمر. مثلا أعطيك مثال، كنا ننهي الامتحانات مع رفاقك، كل الوقت كنا نكون عم ندرس. ما هيك كل الوقت نحن عم ندرس، انا كنت عم فكر كيف بدي ادرس، كنت عم فكر من بعد ما نخلص الامتحانات انه شو اللي بدي اقراها الصيفيه. بدي اقرا بالفلسفه ولا بالفكر السياسي؟ بدي طالع ساطع الحصري ولا بدي طالع تيار دو شاردان ولا غيره ولا اغتياري؟ هلا رفاقي اللي معي كل الوقت كانوا يخططوا انه بس نخلص بنطلع بنحضر مهرجانات بعلبك او بنروح على السينما او بنروح لهون او بنروح لهونيك. وتقريبا هيدا خلاني كثير من الاوقات كون بمفردي، بمعنى ما يعني كون بمفردي، يعني بس نلتقي غير الدرس كان يجمعنا الدرس، بس نوصل على غير الدرس كانوا هن يضلوا لوحدهم، انا كنت اروح لوحدي، روح اتمشى هيك لوحدي، يصير فكر شو راح يكون برنامجي لهالصيفيه الى اخره. وبالتالي صراحه مش ما عشت عمر المراهقه، لانه وضع البلد كمان ما كان يسمح، لانه بدءا من سنه 67 و69 بلشت تقريبا تتكون الاحداث في لبنان، بس لانه انا كمان طبعي كان بعيد عن المراهقه وما زال. يعني كنت ناضج قبل وقتك؟ يعني قبل يعني مثلا تحس انه انت تعيش في عمر العشرين وكنت في الخمسة عشر مثلا؟ ما بحب وصفها بهالشكل، بس بحب اقول لك انه كل الاوقات كان اهتمامي بالقضايا الكبرى، خليني اسميها هيك. كيف تصل القضايا الكبرى؟ مش بالسياسي يعني، بالقضايا الكبرى. كيف تصلك؟ يعني من خلال اي وسيله؟ من خلال الكتب فقط او من خلال وسائل الاعلام او من خلال صحافة؟ كيف؟ وسائل الإعلام وقت كنت بعدني صغير بتذكر مثلا الراديو. كيف كان الراديو؟ الراديو كان شغل كبير هيك، مش انه راديو مثل هلا بتشوفه او مثل التليفون اللي بايدك. الراديو كان قد نص كنبية تقريبا، بيطلع الراديو بدك تدور الراديو هيك، بدك تدوره بوحدة هيك. جزء من خلال وسائل الإعلام، يعني اقل مادة علمية، اقل مادة علمية كانت تاخذ انتباهي. يعني حاطيك مثل صغير، مرة كان عمري يمكن شي 4 أو 5 أو 6 سنين، هاي خبرية أنا مش كتير واعي لها، بس بيي بخبرني إياها، بخبرها عدة مرات، بخبرها قدام الناس مشان هيك يعني بعرف الخبرية. كنا مصيفين، بالصيفية بنطلع على المصيف، ضيعتنا اسمها بشري، كنا راجعين من بشري على بيروت. هلا كل ما خلصنا ضيعة اسأل بيي، كان بيي حطتني بحضنه، اسال بي شو اسمها الضيعه؟ يلي مثلا هيدي اسمها حصرون، من بعد منها بس نخلصها نوصل على ضيعتين. قال له شو اسمها الضيعه اللي انا وقتها ما كنت تدرس جغرافيا يعني ولا كيف؟ لا بس هيك احب اساله فضولي. شو اسمها الضيعه؟ يعني تقريبا بي دجر من عمو الاقطاع انت لوحدك ما في مشكله ابدا،
يعني ما بتأثر على شيء. بس الناس كانوا يعتبرون كانوا يتعاطوا معهم كأقطاعيين. هلا بعض هالأقطاعيين كانوا هني يطرحوا حالهم كأقطاعيين، بس المؤسف انه الناس كانوا يتفاعلوا معهم مزبوط كأقطاعيين. فمن الاول يمكن كان عمري 14 15 سنه رفضت هالواقع، خصوصا نحن بمنطقتنا هالواقع كان موجود فيها بقوه. وكنت احكي اي عائله مسيحيه كان موجود بكل عائله القرى عندنا. يعني لا لا اقصد الاقطاعيين من اكثريه العائلات. هلا في مناطق الاقطاعيين فيها من عائلات محدده، عندنا ببضيعتنا تنفترض ببيت جعجع كان في اقطاعيين، ببيت رحمه كان في اقطاعيين، ببيت طوق كان في اقطاعيين، ببيت كيروز كان في، يعني كل عائله وعندها الاقطاعيين تبعها. وهذا اللي خلاك في هالفتره يمكن تنتمي الى الطبقه الفقيره اكثر، تتبنى همومهم في فتره الشباب؟ لا، لانه انا اصلا كنت من الطبقه الفقيره. لكن يعني ذكرت انه انت من الطبقه الوسطى. لا، من الطبقه كنت اقل من الوسطى. اقل من الوسطى. بيي كان جندي في جيش لبنان. أقل من الوسطى كنت، مشان هيك طبيعيا يعني أنا كنت بتكون موجود مع أقراني مع هالطبقة هيدي. هلا ما بيمنع، خصوصا بس بلشت نتقدم بالعلم تعرفت على كل طبقات المجتمع، بس هالشي ما خليني أنه أنسى الطبقة محيطك. طبعا الطبقة الشعبية، خليني أقول هيك الطبقة الشعبية معناها العريض للكلمة. طيب ما هو الخيط اللي يربط بين الطب والسياسة عند دكتور سمير جعجع اللي فجأة توقف عن دراسته الجامعية ودخل المعترك السياسي من أوسع أبوابه بل من أسوأ أبوابه وهو الحرب؟ هيني كتير. يعني تصور معي أنت إنسان تشعر مع مجتمعك بالحد الأدنى، عم تدرس طب ومجتمعك يتعرض إذا بدك لحرب من أشرس الحروب يلي أنت سمعت فيها من مئات السنين عليه. مجتمعك من مجتمعك المسيحي؟ من جملة واللبناني بشكل عام. أنا بس بخبرك خبرية صغيرة تقول لك الدوافع. مرة كنت قاعد بالبيت، بيتنا كان على خطوط التماس بين عين الرماني والشياح. كنت قاعد بالبيت، كنت قاعد بالبيت عم بدرس، وأنا في بداية الحرب كنت بالدراسة بداية الحرب يعني بعد سنة تركت الدراسة. كنت عم بدرس، وكنت عم بدرس طب، وخامس سنة كنت صرت لا كنت صرت وقتها رابع سنة. كنت عم بدرس وشوي ما بلاقي إلا أمي فتحت الباب. أمي راحت تعساس تجيب، كانت تروح تجيب أغراض خبز وأغراض مشان تطبخ لنا بالبيت. ما بلاقي إلا أمي فايتة وشلحت الأغراض هيك على الأرض، كانت حامل أغراض ملحت وصلت وضل وقربت هيك وانشلحت على الكنبية. قربت أنا قلت لها شو بك يا أمي؟ كانت جاية هي وجارتنا عم بيشتريوا خبز، جاية هي وجارتنا ماشيين حد بعضهم، هنو ماشيين حد بعضهم، الناس بيقنص جارتنا بتقلب وضل أمي راكدة تيجي على البيت. طيب إذا أنت إنسان فيك دم شو بتعمل تجاه الوياه؟ ليه ما انتصر الطبيب على السياسي في هالوقت؟ لأنه يعني ما بيقدر يعمل شيء. رح خبرك قصة الطبيب والسياسي. كنت وقتها صرت بمستشفى الجامعة الأمريكية، كنت صرت انترن. هاي بحقبة تانية من الحرب. سأبت مرة يوم من الأيام كنت بغرفة الطوارئ انترن، كنت صرت وبهيك المرحلة صارت بيوم من الأيام، كان بشهر شباط يمكن 76، صارت مع شباط كانون الثاني أو شباط معركة الهوليداي إن، كانت معركة كبيرة، معركة أوتيل الهوليداي إن. بقى من الساعة 6 الصبح وعونا بلش يجي جرح على المستشفى، ضلينا من الساعة 6 الصبح إذا بدك تقريبا للساعة 6-7 من عشية. يعني طلعت أنا من هونيك، بتعرف كيف واحد بيكون منهك، بس الأهم المنهك إجا أحساسي إنه عم نعمل أطباء نحن، طالما في حرب وعم بصير في جرحى، في فيك تطبب واحد واثنين وخمسة وعشرة، بس طالما الحنفية مفتوحة عبس إنك أنت تجرب تعمل شيء، أفضل إنك تشوف شو بدك تعمل تتسكر الحنفية مش تستقبل جرحى. يعني انت عم تجرب تداوي الجرحى بالحبه واحد ورا واحد، بالوقت اللي الحرب دايره راح تودي لك 100 ورا 100 وكل يوم يمكن 1000 ورا 1000. يعني اجواء غرفه الطوارئ هذه اللي تكلمت عنها صحيح هي المحرك النهائي والمحفز النهائي للدكتور سمير جعجع لان يتجه الى الساحه والى المعركه؟ من جمله يعني هي وحده من العوامل، بتعرف تتجمع عوامل كثيره، بس مثلا وقتها كانت حاسمه.
انه انا شو قاعد عم بعمل هون؟ فيني ضل اطلب قد ما في، صرنا نفكر هونيك، عرفت كيف يعني؟ فتنا بهالمنحة مش بمنحة البكاء على الاطلال، لانه علينا انه نشوف على السريع كيف ممكن تتطور الاوضاع، لانه علينا مسؤوليه. انا عارف شو وصلنا بشكل سريع لتنتقل الى مرحله لاحقه. ايه، مع انه وقتها مسؤوليتي انا ما كانت كبيره، بس رحت مثلا تكت انه على الجبهات كلها ما في شيء، يعني اذا في شيء تجمعات عسكريه بالمقابل، او اذا في تحركات، او اذا في شيء، او اذا في كذا، صرت الدول انا ورفقاتي بالمجلس الحربي انه شو بدنا نعمل هلا. طبعا ما حدا يعرف شو بدنا نعمل، لانه كان امر مفاجئ جدا وهيك وحاسم جدا. ما كنا نعرفين شو بدنا نعمل، بس كفينا نفكر وتبعا كفينا نفكر يعني شو بدنا نعمل. للاسف من بعد ما داهمتنا الاحداث، واحد من الاحداث الكبيره والسيئه جدا والمؤسفه اللي داهمتنا وما لنا علاقه فيها كمؤسسه، بخلاف يعني اتهامات البعض، هي صبر وشتيلة. كنا أنا كنت بالشمال طبعاً، عرفت بموضوع كل موضوع صبر وشتيلة اللي هو أمر لا ناقة لنا كمؤسسة ولا جمل. طب لماذا أنت دائماً متهم بأنه أنت لك يد طولة في مجزرة صبر وشتيلة في الإعلام العربي؟ أبداً ماني متهم، بس تقلها شغلة، الإعلام العربي وقتها كان تحت تأثير إما الإعلام الفلسطيني إما الإعلام السوري. طبعا هلا نحن والاخوه الفلسطينيين بافضل علاقات هلا عم بحكي، لانه الاخوه الفلسطينيين عملوا اعاده تقييم لكل مغامراتهم في لبنان، وانتهوا باعلان لبنان يلي قام فيه السفير الفلسطيني السابق في لبنان، وكان اعلان مهم جدا وواضح جدا، وكان بسياق فكرنا نحن السياسي يلي بنفكر فيه. اوكي، بس بوقتها لا، الاعلام الفلسطيني، وبتعرف انت شو كان الاعلام الفلسطيني، عم نحكي نحن باخر السبعينات أوائل الثمانينات، الإعلام الفلسطيني كان كتير قوي، والإعلام السوري. هلأ قصتي بالأخص مع السوريين قصة طويلة عريضة، يعني شو بدي أقول لك، من سنة 75 ولا لحظة من اللحظات كنتم على وفاق؟ أي ولا لحظة، بتعرف شو ولا لحظة، يعني إجا وقت الجبهة اللبنانية على وفاق معهم، أنا كشخص من بعيد ما عندي أي مسؤولية وقتها، ولا لحظة من اللحظات، يعني على طول كنت مستطير شرا من وجودهم في من اللحظه الاولى. يعني انا كنت يمكن عمري 25 سنه، كنت اقول قبل اقل 23 24 سنه، كيف في جبهه لبنانيه، مع انه فيها قيادات كثير بتعني لي مثل كمي شمو وغيره، يا اخي يعني شبهتها مثل اللي في عصفور جاي بده ينقره، شو راح عمل؟ راح استجار بالضبع. خلي العصفورين، انا احسن ما تستجير بالضبع، الضبع بياكلك فرد، راح استجار بالاسد، الاسد بياكلك فرد لقمه. صح، انه او اذا في هيك شغله صغيره عم بتهددك ما بتيجي بتستجير انت بالاسد، كالمستجير من الرمضاء بالنار يعني. يا ريت كالمستجير من الرمضاء بجهنم اذا بدك هالقد، وبعدين عاد الاحداث اثبتت هيك. المهم، فهذا الاعلام كله ركز هيك بالوقت يلي اكيد. وين كنت تتكلم؟ بالشمال. كنت بعيد تماما عن الصبر والشتيلة 100% كليا. كانت مسؤوليتي بالشمال، عجبت الشمال بس بكافة الأحوال. ما في هون في تحقيقات دولية كتير كبيرة بمجلس الصبر والشتيلة، من أهم التحقيقات اللي صارت تحقيق لجنة كهنة دخلك. إيه، لجنة كهنة الإسرائيلية عملوا على أثر هالتقرير يلي أقيل وقت أريل شارون كوزير الدفاع. بتحط بالتفاصيل كل شيء صار وبتبين. طيب، ايضا وفاه او اغتيال الرئيس بشير الجميل ادخل الكتائب في عراك داخلي. كيف عالجتوا انتم هالمرحله، وكيف استطعتوا انه تتجاوزوا هالمشكله اللي انت تمرتوا فيها؟ لك مثل استشهاد أو وفاة أو اختفاء حيالله قيادي كبير، وبالأخص إذا صار بغير وقته وبشكل مفاجئ، إيه يترك بلبلة. هيك استشهاد بشير الجميل ترك بلبلة كبيرة. بس الاغتيال، ما تعتقد أنه هو اللي جعل الدكتور سمير الجعجع من الصف الثاني للصف المتقدم في هالمرحلة، وكيف وصلت إلى هذا الصف؟ طبعا اغتيال الشيخ بشير خلى انه جماعه الصف الثاني يتقدموا،
للمواقع الأولى بس ما لها علاقة ببحثنا. بحثنا أنه اسئلة هونيك لحركتهم السياسية، فكنت عم تابع معهم وقل لهم هاي منقبل فيها، هاي منقبل، هاي منيحة، هاي مش منيحة، يعني الدول وانا نتناقش بشكل مستمر. فهيك كنت عم بقدر تابع اتفاق. طب ليه ما كنت موجود انت من ضمن ال؟ لاني ماني نائب. هلا كان في يروح بشكل غير رسمي صحيح وكان موجود بكواليس المؤتمر، بس لقيت ما في ضروره، وخصوصا انه في اصدقاء مثل الدكتور جورج سعد وقتها موجودين يلي كنت احكي انا وياه كل يوم على التليفون. مشان تندول كان في اكثر نواب، اكثر بكثير من الدكتور سعد كمان كانوا يحكوا معه على التليفون تيقولوا لي كل شيء عم بصير هونيك، ونتداول بالمستجدات ونحدد الموقف اللي لازم ناخده. كان في مثلا نائب مش اساسين، كان في نائب طارق حبشي، كان في شيخ بطرس حرب، كان في غيره واغتياره، يعني كان في مجموعه كبيره من النواب. كان يوم مبشر بالنسبه لك لمستقبل اخر للبنان او ما كنت متفائل؟ اتفاق الطائف منه اتفاق مثالي. تقلك بكل صراحة، مثل كل شيء بهالدنيا يعني ممكن يصلح، يعني مقارنة مع غيره ممكن أنت تختاره بوقت معين لأنه ما في شيء أفضل منه. الحرب كانت طالية، كلنا سوا كنا تعبنا من الحرب، كلكم قادرين أو مستعدين لتقديم تنازلات، صرنا مستعدين أنه لازم تخلص الحرب. من جهة أخرى مع وجود العماد عون على رأس قوى عسكرية، ما بدي أقول جيش لأنه بطلت قصة جيش يعني رسمي، على رأس قوى عسكرية كبيرة ما بتعرف بأي اتجاه ممكن يهجم بأي وقت من الأوقات، وبالفعل هذا اللي عاد صار. يعني صرنا بال 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 بالمجهول تقريبا. فإذا حرب طويلة طالت كتير، إلى متى؟ يعني شفت أنا لو ما فيها الظروف القاهرة كنت بفضل ننطر تا يصير في اتفاق أفضل من اتفاق الطائف. وأكبر دليل ليك هلا طبعا خلص صرنا كلنا باتفاق الطائف عظيم، بس منه الاتفاق الأمثل اتفاق الطائف. كما تقولون أنتوا كسياسيين ما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني إنه هذا المتاح الآن. هذا المتاح الآن، وبالأخص يعني مع دخول العماد عون وطريقة تصرفه عامل أدخل البلاد من جهة والمجموعة المسيحية من جهة أخرى بالمجهول. يعني ما كنت تعرف ممكن أم بكرة على شو بيقصف ساعة سوريا، ممكن يقصف على إسرائيل، ممكن يقصف على الداخل هون، ممكن يهجم علينا، ممكن يهجم على غيرنا، ما بتعرف شو ممكن يصير. وبالتالي أضيف إلى عامل الحرب يلي بحد ذاته مدعاة للتعب، عامل لا استقرار كتير كبير يعني، وعامل حتى مميت، مش أنه هيك عامل لا استقرار بشكل بسيط، مما خلينا بهيك الوقت أنه نمشي بالمتوفر